احنا على الكرسي نتنازع ونتعارك ونقعد ونخطط ونفكر، ودواوينا بعضها هذه الديوانية ضد ذاك، ذاك ضد هذه. ليش هذا الرجل أكفأ مني، تفوق علي، خليه يمشي في طريق، هذا الرجل أعلم مني، ليش واحد ما يعترف بالواقعية؟ في الآية الكريمة ربما يكون هذا معناها، أن تكون أمة هي أربى من أمة، ليكون هذا يتقدم علي، هذا أكفأ مني خليه يتقدم علي، أما أقعد وحاول تخرب علي، ليش هذا الحال؟ هذه جماعة تشتغل، ذيك جماعة تشتغل، كل واحد خليه يشتغل في طريق. هذه البلاد المستعمرة، هذا الدمار اللي فعلوه في العالم، ليش؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. الهند بها ثروات، الله تعالى اطل الأمة الهندية ثروات، هذه الدولة اللي تعيش كجزيرة في مكان ما عندها ثروات، ما يمكن. ليش الهند أعلى منا؟ إلا تعال ادخل في الهند، استعمر الهند، عيش فيها 400 عام أو أكثر أو أقل، ليش؟ حتى لا يكونون ذولا متفوقين علينا. هذا المنطق هو المنطق اللي دا يسوي هذه الحروب، هذه الدولة. اقرأوا كتاب لمحات من تاريخ العالم، اجوا دخلوا الصين في الحرب اللي المؤرخين يسموها أقذر حرب في التاريخ، وهي حرب الأفيون. قتلوا في الصين 20 مليون إنسان للأفيون، هي هذه الدولة أقذر حربا في التاريخ. ليش؟ إحنا نريد نكون الدولة السائدة أقوى من الكون، كل شيء يكون بيد. ليش واحد يفكر في هذا المنطق؟ هذا صديقي دا يتقدم، خلي يتقدم، أنا أمشي في دربي. أما أنه كله أفكر ليش هذا تقدم عليه، ليش هذا متفوق عليه، يعني هذا أولا يدمر الإنسان، يدمر العائلة، يدمر الحياة الاجتماعية،